هل تحدثنا فضيلة الشيخ عما كان يصلي عليه الصلاة والسلام من النوافل؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي نوافل كثيرة. اللهم صل عليه. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، يصلي هذه الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، وحث على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأخبر أن من فعل ذلك بني له بيت في الجنة. هذه الرواتب التي مع الفرائض، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها ولا يتركها إلا في السفر إذا كان يقصر الصلاة، إلا راتبة الفجر فإنه لم يكن يتركها لا في حضر ولا في سفر. وكان يصلي من الليل، كان يصلي من الليل ويطيل الصلاة حتى تفطرت قدمه من طول القيام. كان يصلي مثنى مثنى ويختم بالوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى، كما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، عشر مثنى مثنى والحادي عشر وحدها وتكون وترا. وكان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. وكان يصلي الضحى، صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. نعم.